دكتور رائد، لو ما زلت معي ولعلك استمعت إلى المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، يعني واضح من كلام نتنياهو أنه يلح في حديثه على ملف الأسرى لدى كتائب القسام، وواضح أن هذا الملف يشكل ضغطا على نتنياهو وحكومة الحرب. كنت قد سألتك يا دكتور رائد، على الرغم من ذلك فإن حكومة الحرب غير واضح لديها طبيعة تعاطيها مع هذا الملف، يعني كيف تريد هذه الحكومة أن تحسم هذا الملف؟ واضح أن العملية العسكرية اللي بتكون فيها أو الاجتياح البري اللي بيكون فيه حاليا هو اجتياح بري محدود نوعا ما، وأنا بعتقدش أنهم راح يكونوا يروحوا لأوسع اجتياح بري أوسع. أنا بعتقد أنه هذه المحدودية في العمليات العسكرية ممكن برضو من شأنها أنها تضغط على حماس أنه تتساهل في موضوع صفقة التبادل الأسرع، لأنه الكل بتحدث عن وجود مفاوضات حاليا على القليل أمريكية قطرية بوساطة قطرية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. أنا أعتقد أنه ممكن عمليات عسكرية من شأنها تحسن شروط أي صفقة. لكن حماس يا دكتور رائد عرضت بالفعل أمس أو أول أمس تقريبا، يعني عرضت عرضا لم ترد عليه حكومة الحرب، وهو تبادل الأسرى كليا أو جزئيا. صحيح، أبو عبيدة عرض هذا الموضوع، وحتى لما سئل نتنياهو عن الموضوع قال أنه تناقشوا فيه في مجلس الحرب، ولكن رفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. أنا بعتقد في الصورة العامة موضوع الأسرى الإسرائيليين مع موضوع الجبهة الداخلية الإسرائيلية المتفككة نوعا ما، عدم ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش في الجيش الإسرائيلي، عدم ثقة الجمهور الإسرائيلي أيضا في قيادته السياسية، طبعا إضافة لموضوع الأسرى الإسرائيليين وموضوع ضغوط الأهالي والجماهير على 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 نتنياهو، أنا بعتقد كلها إضافة طبعا ل تناقص الدعم الغربي اللي راح يبدا قريبا، لانه المجتمع الغربي وتحديدا امريكا اللي فايت بايدن اللي فايت على انتخابات قريبه، وهناك كثير من الليبراليين في الحزب الديمقراطي من المصوتين يحتاجهم بايدن في الانتخابات القادمه. اعتقدش انه راح يستمر بايدن وراح يكون بايدن والدول الغربيه اللي ساندت اسرائيل، ما اعتقدش انها تكون قادره لتغطيه ودعم نتنياهو في حملته في ظل تصاعد الشعبي في بلادها ايضا الى 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 ما لا نهايه. بعتقد راح تتناقص هذا الدعم وراح يبلش الضغط على حكومه اسرائيل، اضافه للضغط الداخلي، هذا من شان انه على القليله يسرع الاسرائيليين في انتهاء عملياتهم العسكريه، والا لكن تصريحات نتنياهو ومن قبله قبل قليل جالانت وزير الحرب ايضا قال أو أشار كلاهما إلى أن الحرب ستطول. يعني هذا برضو من باب التكتيك العسكري إنجاز التعبير، هم دائما بيصرحوا حتى اليوم. هلأ نتنياهو لما سمعنا قبل شوي بيحاول يروج للرواية الإسرائيلية وشيطنة حماس والخير والشر، وكأنه يخاطب المجتمع الدولي ككل للوقوف إلى جانبه، ويخاطب أيضا المجتمع الإسرائيلي، ولكن هذا جزء من يعني الحرب النفسية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. أنا بعتقد أنه نتنياهو ما عندوش الوقت الكافي ليستمر بعملية برية طويلة أو واسعة جدا في قطاع غزة. أنا بعتقد كل الظروف سواء الداخلية عنده أو حتى الظروف الإقليمية أيضا، لأنه تنساش أنه استمرار العملية العسكرية أكثر وأكثر هذا يعني دخول أطراف أخرى للصراع في المنطقة، وأيضا برضو تناقص اللي راح يبدأ وبلش ملامحه تبدأ قريبا من أيام، تناقص هذا الدعم الغربي المطلق اللي شفناه مع بداية الطوفان الأقصى. أنا بعتقد كلها عوامل مشتركة راح تحاول أو راح تضغط على نتنياهو والجيش. طبعا ما تطرقتش لموضوع الجيش وماذا سيلقى الجيش في غزة من مقاومة شرسة من حماس. يعني برضو أي اجتياح أكيد راح يعني يرتب خسائر بشرية على الجيش الإسرائيلي. أعتقد كلها عوامل بتساعد أنه ما تطول هذه العملية العسكرية وراح توقف في أقرب ما يكون. يعني دكتور رائد، هل ترى بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكتفي بما قام به من عمليات ويعني ويستعيد عن العملية البرية بالقصف الجوي فقط والبحري، أم أن هناك يعني سيكون حديث
لربما في القريب عن وقف لإطلاق النار، كيف ترى الأيام القادمة خاصة يعني وكما ذكرنا بأن التاريخ وكما تعلم دكتور التاريخ يعني يثبت دوما فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات البرية في قطاع غزة؟ أول شيء خلينا ننتبه لشغل أن الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق في أهدافه من الحملة العسكرية قاعد بتناقص، يعني كانت أهداف القضاء على حماس وبعدين القضاء على حكم حماس بعدين القضاء على إمكانياتها وقدراتها العسكرية، واضح أنه سقف الأهداف اللي قاعد بينزل شوي شوي، لأنه تدرك إسرائيل ومن خلفها معظم حلفائها يدركوا أن القضاء على حماس في قطاع غزة هذا الشيء مستحيل. حماس حركة اجتماعية سياسية عسكرية موجودة متجذرة في المجتمع الفلسطيني، فالأهداف أصلا كانت عالية جدا، وهو نفس الاحتلال الإسرائيلي قاعد بتناقص منها. ثانيا مسألة الاجتياح البري أعتقد أنه بلشت، يعني هي بلشت من امبارح أول امبارح. صحيح حاول الإعلام الإسرائيلي ما يظهر الموضوع وكأنها بلشت حملة عسكرية أو الحملة البرية، ما ظهرهاش أنها بلشت، وبجوز هذا كان لأسباب تكتيكية لها علاقة بعدم إثارة حزب الله وعدم إثارة أطراف أخرى في المنطقة لعدم التدخل، ولكن الحرب البرية بلشت، ولكن مش بالصورة اللي روجها الإسرائيليين، يعني بلشت في عمليات محدودة هون وهناك لأنهم يدركوا تماما. كان يتحدث برا وبحرا وجوا دكتور رائد، ولكن يبدو بأنه تراجع. صحيح، هلا برا وجوا وممكن يعني بحرا لاحقا إذا احتاج الأمر بالنسبة لهم، ولكن أنا ما أقول أنه اجتياح بري مطلق إلى عمق غزة هذا أمر مستحيل، وأنا بعتقدش أنه الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي راح يكون قادر على تنفيذ هذا الاجتياح. الإسرائيليين حاليا يبحثوا عن صورة، والجيش الإسرائيلي يبحث والقيادة السياسية أيضا تبحث عن صورة وهم أو نصر وهمي بقطاع غزة. نعم. قد يتمثل ذلك في اجتياحات محدودة، قد يتمثل ذلك في اغتيالات لقيادات عسكرية في حماس محدودة أيضا. نعم. قد يتمثل أيضا في احتلال شريط حدودي ما لقطاع غزة على أمل أنه يرضي الشارع الإسرائيلي. وبالتأكيد من هذه الأمور بعتقد أنه يبحث عن صفقة تبادل أسرى برضو لإرضاء الجمهور الإسرائيلي. نعم، كل الشكر لك دكتور رائد أبو بدوية أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه المعلومات، كنت معنا من نابلس.